عيادتكم المسموعة على ألف ألف أف أم. طبابة ألف مع سحر عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية. معكم سحر عبد الله، ومن جديد أجدد لقائي فيكم وأرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي، برنامج طبابة ألف اللي يجيكم يوميا من الأحد إلى الخميس في مثل هذه الساعة. اليوم حبايبنا المستمعين راح نتكلم عن السمنة، راح نتكلم عن أنواع السمنة، وراح نتعرف على كيف نقدر نقيس كتلة الجسم، وكمان راح نتكلم عن الحمية الصحية والحمية الخاطئة مع الدكتورة رباب راتب، أخصائي تخسيس وتأهيل، راح تكون معنا عبر الهاتف. يا هلا وسهلا فيك دكتورة رباب. هلا حبيبتي، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير، والأمة الإسلامية كلها بخير، بمناسبة رمضان ورمضان المبارك وعيد الفطر. وانت بصحة وسلامة دكتورة رباب. أول شيء ألف سلامة عليك يا دكتورة رباب، التغيير الجو والعيد والزحمة يمكن عملت لك انفلونزا أو شيء زي كذا، يعطيك ألف عافية. ربنا يخليك، متشكرة جدا حبيبتي. دكتورة رباب، حنتكلم اليوم، احنا تكلمنا عن السمنة كثير بس احنا دائما نعيد المواضيع أو نطرحها بصيغة مختلفة، بحيث ان اللي ما قد سمع حلقاتنا السابقة يقدر يسمعنا اليوم ويقدر كمان يتواصل معانا عن طريق طبعا الرسائل النصية. اللي حاب يسأل أي سؤال مشتركي STC على 84770، موبايلي على 640-660، وزين على 7462-62، بالإضافة إلى حسابنا على التويتر ALIFFM. في البداية طبعا بنبدأ أي موضوع بالتعريف دكتورة رباب، فنبغاك تقولي لنا إيش تعريف السمنة بالضبط؟ طبعا انا اخترت موضوع السمنة بعد رمضان والعيد الفطر، لان معروف ان في رمضان وفي العيد بيزيد الاكل. صحيح، في الوقت المناسب الموضوع لهذا دكتورة. بالضبط كده. فاحنا عايزين نعرف بس موضوع السمنة، لان في ناس كتير عندهم عادات خاطئة بتؤدي الى السمنة، برغم ان احنا ممكن ان احنا نتفادى الكلام ده كله بخطوات بسيطة. يعني بنقول ان السمنة هي الاول هي زيادة في الجسم، زيادة في الجسم نتيجة لتراكم الدهون عن الحد الطبيعي ليها. زيادة الدهون، يعني زيادة نسبة الدهون بحوالي 20% عن الوزن المثالي لكل شهر. 20%، اوكي بالظبط. ده بيبتدي ان احنا نقول ان في ايه سمنه او في تراكم دهون، وده بيؤدي الى عدم التوازن ما بين حاجتين، الطاقه اللي داخله والطاقه اللي خارجه. اوكي، يعني الاكل اللي داخل ما بنخرجوش بايه، بالرياضه مثلا. طيب وده طبعا اهم حاجه اللي عند ناس مفهوم عندها خاطئ جدا، انها بتعمل حمية عشان تنزل في الوزن. وفي ناس كتيرة دي بتقولك أنا ما بنزلش. يعني ما ينزل من غير رياضة دكتور رباب حتى لو خف طبعاً. ليه؟ لأنه هو عمال بيعمل حمية وقاعد. طب أنت عمال فين الطاقة اللي خارجة منك؟ فين أوكي. الطاقة المستهلكة؟ فين السعرات اللي بتتحرق؟ صحيح، حتى لو يعني قصدك انه حتى لو بيعمل حمية وبياكل يعني اكل خفيف بس انه ما بيحرق، فبكذا ما راح ينزل الوزن كثير، ما بيحصلش معاه كده. الجسم خلاص واخد على نوع معين، بتقعد مثلا هي خلاص ادت ان هي بتمشي على نظام معين في حياتها وخلاص كفاية. طب هذا يعتمد من شخص للآخر دكتور رباب؟ يختلف طبعا. زي الحمية، احنا بنقول في كل حمية او كل جسم بتيجي واحد تقول لي الحمية دي هتنزلني قد ايه. صحيح، هذا اول سؤال. ايوه سؤال غريب فعلا. كل جسم بيختلف عن التاني، النزول في الوزن بيختلف من شخص للتاني لاسباب كتيرة. اول حاجة السن او العمر، يعني اوكي الجنس بيختلف الراجل عن الست. صحيح.
النشاط اليومي بتاعها، هي بتشتغل ايه ما بتشتغلش، في حاجات كتيرة بتختلف الواحدة عن واحدة في النزول. فان انا اقول لها مثلا الحمية دي هتنزلك 2 كيلو، هي لا هي مش مقياس. ايوه صحيح. اول سؤال دايما كم حنزل في اسبوع، كم حنزل في شهر، دايما بنسمع هذا الكلام. طيب والنوم كمان يأثر دكتورة ربا؟ طبعا النوم بيخلق توازن اليوم كله. يعني احنا دايما بنقول من النصايح اللي بنديها نامي كويس 8 ساعات ليكي في اليوم، ناميهم ونامي بالليل لان النوم الصبح ده مش كويس. حلو. طيب دكتورة رباب، إذا كانت ماشية، يعني خلينا نقول الشخص هذا ماشي على حمية وحمية صحية وكويسة يعني وأكله صحي، نوع الرياضة يعني؟ لا معلش دي واحدة، في فرق ما بين الحمية والأكل الصحي. العادات الصحية اليومية ده احنا المفروض ان يكون ماشيين عليها على طول، ولكن احنا بنقول الحمية ليه؟ لان في عندنا الأوفر ويت، يعني واحنا مثلا 150 كيلو 130 140 ايا يعني كان. طبعا ده في احنا بنقيس عشان قبل ما نبتدي باي حميه او قبل ما نعرف الشخص ده هل هو زياده في الوزن او طبيعي او في المتوسط، لازم ان احنا نقيس له كتله الجسم. اوكي، وكيف انه يعني بيقول عليها ايه؟ بي ام اي. وممكن اي حد على فكره، مش لازم ان هو يروح لاخصائي تغذيه او دكتور عشان يطلعه على البودي كومبوزيشن عشان يعرف البي ام اي وكتله العضلات والكلام الكبير ده، او ممكن هي تعرف في بيتها هي ايه تصنيفها. اوكي، هي زياده هي متوسطه، لان يعني خلي بالك ان ممكن تكون هي مش زياده في الوزن ولكن كتله الجسم بتاعتها عاليه، نسبه الدهون عندها عاليه. اوكي، فاداء ممكن ان هي ببسط كده انها توزن نفسها وتعرف طولها قد ايه الطول الوزن بتاعها تقسمه على مربع طولها، يعني لو هي مثلا اوكي 80 كيلو وطولها حاجه و50، يبقى هنشوف ال 80 ده على مربع الطول. مربع الطول، اوكي حلو. هتعرف واحنا عندنا في، مش احنا عندنا، هو في نسبه محدده لمؤشر كتله الجسم. يعني عندنا مثلا لو هي وزنها طبيعي بيبقى المؤشر الكتله بيبقى من 20 ل 25، لو فوق الطبيعي تبقى اكتر من 25، سمنه خفيفه من 27 ل 30. ده كل ده هيطلع معاها مع الحساب البسيط اللي احنا قلناه، سمنة متوسطة أكتر من 30 ل 35، سمنة بقى فظيعة مفرطة اللي هي أكتر من 35. وفي طبعا اللي هم النحاس جدا اللي هي بتبقى أقل من الطبيعي، ده بيبقى أقل من 20. أوكي حلو. هذا بالنسبة لك حساب بسيط جدا هي ممكن تعمله في بيتها وتعرف هي تصنف نفسها هي إيه. طيب سؤال دكتور رباب، يعني أنت قلتي هذا الحساب تقدر تحسبه لحالها، بس يعني أغلب الناس لما يروحون الأخصائيات التغذية مثلا لما يقوسوا لهم كتلة الجسم بيصنفون الأشياء، يعني بيقولوا لها نسبة الدهون عندك كذا، نسبة ده جهاز محدد اللي هو البادي كومبوزيشن، ده اللي بيطلع لك كتلة الجسم ده لوحديها مع بقى العضلات والعظام والمية اللي في الجسم. ده حاجة وده حاجة، أنا بقولك عليه ده حاجة وده حاجة، أنا بتكلم مبدئيا انت عايزه تعرفي انت عندك كميه دهون قد ايه، انت واصله او وزنك الطبيعي ولا مش طبيعي، ولا سمنه عندك سمنه خفيفه متوسطه مفرطه، ده الحساب بتاعها بسيط جدا. طيب حلو، لكن بقى تعرفي بقيه الحاجات الثانيه، ده جهاز البادي كومبوزيشن. صحيح، هذا اول شيء بيسوون القياسات هذه بالجهاز. فانا اللي ما فهمته انه يعني ما اعرف، يمكن هذه من انواع السمنه، لانه في ناس بيكون وزنهم طبيعي يعني مناسب لطولهم، بس انه يكون في تجي الدكتوره تقول لها مثلا عندك دهون في منطقه البطن، عندك يعني انا هذه اللي ما فهمتها. انا بقول لك دوت، ايوه هذه اللي ماني فهمتها. دوت ملهوش دعوه بده ابدا، ما له دخل. انا بعرف نسبه الدهون عندي في الجسم، اوكي الدهون دي ليها طبعا مشاكل كتيره،
أوكي. الجسم. فأنا لازم إن أنا أعمل إن أنا أنزل الدهون دي، بنزلها بإيه؟ إحنا بموضوع الرياضة مثلا، أنا بعمل إيه في الرياضة؟ بحول. أيوه. بحول الدهون دي لعضلات، يعني أنا نزل الدهون وكون مكانه عضلة بالتمارين. حلو، أوكي. ففي ناس كتيرة مثلا تيجي تكون بتلعب رياضة وماشي على حالها، تيجي أول أسبوع تاني أسبوع توزن تلاقي نفسها زادت. صحيح. كان هاي سود إيه ده؟ صح. وأنا ما زدت، أنا ما نزلت السوري، أنا مش عارفة إيه أعمل إيه، إيه دي الرياضة الوحشة. فبيكون يعني من العضل من دكتورة؟ ولا إيش؟ عند العضل بيوزن، ولكن أنا بنزل الدهن. ده أهم عندي، بنزل الدهن اللي هو مشكلتي. حلو، جميل جدا دكتورة. عفوا دكتورة ربا، بس حنطلع فاصل إعلاني وبنرجع نكمل حلقتنا لليوم. مستمعين الكرام خليكم معنا، فاصل وراجعين. عيادتكم المسموعة على ألف ألف أف أم، طبابة ألف مع سحر عبد الله. اليوم جالسين نتكلم عن السمنة، وجالسين نتكلم كيف نقدر نقيس كتلة الجسم وما هي أنواع السمنة، مع دكتورة رباب راتب، أخصائي تخسيس وتأهيل من مستشفى سعودي الألماني، معنا عبر الهاتف. طيب، كنا جالسين نتكلم عن الرياضة دكتورة رباب، وإن كيف الواحد لما يبدأ يعمل رياضة بعد فترة يكتشف إنه وزنه زاد، وهذا يعني الشيء هذا طبيعي ولا مشكلة الأشخاص بيحصل عندهم نفس النظرة؟ طبيعي أو دوت التمرين الصح، يعني كذا تعرف نفسها ماشية بشكل سليم. بالضبط، هو ده التمرين الصح، إن أنا بنزل الدهن وأكون مكانه عضلة، هو ده اللي أنا عايزة. حلو، أوكي. طب في طب بالنسبة للسمنة، في أنواع للسمنة دكتورة رباب؟ في انواع طبعا للسمنة. السمنه عندنا، عندنا سمنه مثلا بتنتج من زياده عدد الخلايا الدهنيه اللي في الجسم. اوكي. ده دايما بيكون في الاطفال، شوفي اطفال بتبقى زايده في الوزن، ده الخلايا الدهنيه عندها بتكون زياده. عندنا سمنه بتبقى نتيجه لان الخلايا الدهنيه دي حجمها بيزيد، ده بقى بيكون عند الشباب في سن المراهقة كده وكبار السن. عندنا بقى طبعا مرحلة المراهقة بيبتدي الشاب أو الشابة بتبتدي إنه بيتغير فيها عوامل فيتيولوجية في الجسم، فبيزيد الوزن. يزيد الوزن من سن بيبتدي مثلا من 13 14 فيما فوق كده. طبعا الحمل والولادة. في فترة سن الياس اللي هو انقطاع الدورة الشهرية عند السيدات، ودي بتبقى مؤقت، يعني اللي أنا بتكلم عنه دوت اللي هي السمنة الأخيرة دي بتبقى مؤقتة، غير الخلايا الدهنية اللي احنا اتكلمنا عنها دي. ممكن مع نظام صحي وأسلوب غذائي صحيح مع ممارسة النشاط الرياضي بتنزل. حلو. طيب إيش العوامل اللي يعني تؤدي للسمنة في الحالات هذه دكتورة، حسب أنواعها يعني؟ والله في ناس ما بتأكل وبتسمن، يعني خاصة فترة المراهقة زي ما حضرتك ذكرتي، يعني ولا هي كلها من بالنسبة للموضوع السمنة وعواملها، عوامل كتير جدا طبعا. احنا أهم عامل فيه اللي هي احنا بنسميه العوامل الخارجي، اللي هو ايه؟ اللي هو الأكل أو فرض الأكل عن اللي بيحتاجه الجسم مع عدم ممارسة الرياضة. اكتشف إن العوامل دي أكتر من 95% من حالات السمنة بسبب العوامل الخارجية، اللي هي الشخص بياكل أكل زيادة عن طاقته. تلاقي واحد عمال بياكل، طب إيه؟ يعني طب بيؤدي إلى توسيع المعدة. يعني في ناس بتوصل ان هي مهما اكلت
شراهة شراهة في الأكل ده، غير طبعا عامل المرض، لأن في من الأمراض مرض اسمه شراهة الأكل. صحيح، عامل نفسي. أيوه. لا مش عامل نفسي، ده مرض غير العامل النفسي. ففي ناس بتقعد هي كل هوايتها الأكل. بالفعل صحيح. أنا أفتكر إن في إحنا المرات جات لي واحدة وزنها كان مش عارفه 130 او 140. طب انت بتعملي ايه؟ هي قاعده بالليل سهران بتعمل ايه؟ تكلم مثلا بيتزا هات، تكلم مش عارفه ايه اللي هي الوجبه وجبات سريعه، تاكل مثلا اللارج اللي بتقولي انا باكل بالاثنين ثلاثه لارج. واو ما شاء الله. غير بقى المكسرات والكاجوال والكلام ده كله، ما سهرانه بالليل بقى مش لاقي حاجه تعملها طبعا، وزي ما قلنا قلت الحركة ولخبطة النوم كمان. صحيح، السهر بالليل بيخليكي تاكلي طبعا. انت قاعدة وقاعدة وقاعدة قدام كمان التلفزيون بيخليكي تاكلي. عشان كده برضو من النصائح اللي احنا بنديها دايما في لما نيجي ندي الناس حمية، نقول ما تاكلش قدام التلفزيون، بتنسي نفسك. انت قاعدة تتفرجي وبتنسي نفسك، فبتاكلي بتاكلي اكتر من طاقتك. صحيح. طيب بالنسبة تفضلي دكتور، حابة تضيفي شيء؟ عدم ممارسة الرياضة، ما هي دي من العوامل الخارجية المهمة. دي حاجة على فكرة يعني مهمة جدا، لأن زي ما قلت لك إن بس مش الموضوع إن أنا أعمل حمية، مش الموضوع إن أنا أمشي على نظام غذائي، لازم إن أنا أخلي من عاداتي الأسبوعية، مش هقول اليومين لان برضو ما فيش حد بيبقى ايه يوميا هيلعب رياضه طبعا. طب كم مره في الاسبوع إيه؟ المفروض انا بقول خمس مرات مثلا في الاسبوع، او من ثلاثة لخمسة. يعني خمس مرات كانها يوميا عادي كثير. هي من ثلاثة لخمسة مرات. طب حلو، ده حسب السن. طيب طب ايش نوع يعني انا ما يجيش مثلا لواحده عندها 55 سنه اقول لها العبي خمس مرات ساعه كل يوم. صحيح. كل واحدة بتختلف عن الثانية، كل واحدة ظروفها غير الثانية. حلو، ما ينفعش يبقى هو سيستم ماشي على الناس كلها. طيب اوكي، بالنسبة للرياضة العادية اللي اي احد ممكن انه ينتظم عليها يعني وبشكل زي ما قلتي ثلاثة إلى خمسة مرات في الأسبوع، إيش اللي برأيك إيش الرياضة المناسبة دكتور رباب وتكون يعني الواحد يقدر يستمر عليها على طول؟ لأنه تعرف إحنا يعني في النهاية بنكسل دائما يعني، وخاصة حكاية الجيم وما نجيم قليل اللي تلاقي ينتظم عليه، خاصة اللي ما تعود عليه من صغره يعني. خلينا نقول بس أنا بس ملحوظة قبل ما نبتدي في الموضوع ده، عشان في ناس كتير بتيجي أنا بلعب رياضة كل يوم، أنا بمشي كل يوم. صحيح. أيوة. بتمشي قد إيه؟ أوكي. وبتمشي فين وبتمشي إمتى؟ ما برضو ليها واحد اثنين ثلاثة لازم إن إحنا نعرفها. أولا عشان أقدر إن أنا أحرق الجسم أو أحرق السعرات الحرارية اللي جوايا دي مش قبل 20 دقيقة، فدايما نقول إيه يعني 30 دقيقة. طيب يعني من 20 لـ30 يبدأ الجسم يحرق، 30 من بعد العشرين بعد دقيقة بيبتدي يحرق. حلو أوكي. عشان الناس تقولك أنا بمشي كل يوم 10 دقايق ربع ساعة، لا مش هعمل حاجة. وبعدين المشية مش بتقولك طب أنا بمشي في الأسواق، هو دي ماشية وانت عملتي ايه؟ تقعد تهلك نفسها ساعتين ثلاثة في الأسواق وعلى أساس انها ماشية، لا في ماشية رياضية لحرق الدهون في الجسم. كيف هذه بتكون يعني قصدك ماشية سريعة؟ كتير يعني انا لازم عشان ان انا احافظ على نفسي لازم اسأل، لازم اروح، لازم اعرف انا بعمل ايه، لان في ناس كتيرة جدا وده خطر جدا تروح شارية الكتب اللي في المكاتب وتمشي على حمية. طب انت عرفت الحمية دي ماشية معك ولا لا؟ انت عندك ايه؟ ما ممكن يكون عندك خوض، عندك مرض مثلا، عندك السكري، عندك ضغط الدم، عندك كوليسترول، حاجات كتير. راحة واحدة بتلعب مثلا في جيم ما فيهوش حد بروفيشنال، طب انت ممكن يكون عندك حاجة في ركبتك توقفك على السير ان شاء الله تغيير مفصل. عشان كده بقولك ان الموضوع مش متاخد كده، وهو ده مشكلة العرب بصراحة. طيب دكتورة رباب، بس حابة بس اسأل بالنسبة للمشي اللي قلتي يعني المشي بطريقة رياضية لحرق الدهون، طبعا تقصد المشي السريع
وايش كمان؟ المشي السريع او الجري او الجري. طيب والناس اللي تمشي على التريدميل يعني كل يوم بتمشي على السير؟ انا لا افضل كل يوم نمشي على التريدميل او كل يوم ان احنا استخدم التريدميل من غير بروفيشنال معايا، لان التريدميل دوت ممكن يعمل لي مشاكل كتير جدا في الركب لو انت مش مع حد عارف هو بيعمل ايه بالظبط. طب مش ماشي ماشي التريدميل ده خطير جدا. اوكي طب دايما برضو المشي بره يكون احسن من اللي هي مش متبع مع واحد بروفيشنال يخلي باله. طيب حلو، يعني ايش المقصود بال يعني يمكن هذا ما هو موضوعنا، لكن في كذا سؤال جاني على الموضوع السير، يعني هو المفروض انه السرعه ما تكون مثلا قويه مره او يعني ايش قصة انه لازم يكون في احد معاه؟ السرعه القويه دي بتؤدي الى خشونه في الركب، بتؤدي احيانا لو لفت الركب اللي قطع الغضروف بتؤدي حاجات كتيره في الركب. اها طب هو في فرق بينه يعني الواحد زي ما دون قطع كلامك، يعني في كتير بيروحوا هم رايحين في مكان كبير وهيلمان، ولكن اللي جوه كله هو مش فاهم هو بيعمل ايه، هو فاهم في التدريب ولكن في الحالات المرضية يعني لازم نخلي بالنا من النقطة دي كويس جدا، لان ممكن تجيلي واحدة عندها حالة مرضية وهي مش عارفة صحيح وقدامها مش عارفة هتأدي لمشاكل زي ما قلت لك، ممكن حاجة بسيطة في الركبة تأدي لتغيير ركبة. شوفي انت وصلت لإيه لدي الدرجة دكتورة؟ طبعا. طب هو ايش الفرق؟ انا مثلا عندي ركبتي تعبانة ايا كان بقى فيها، رحت اهلكتها اكتر، الركبة دي اكتر حاجة بصراحة في الجسم هي اللي شايلة، يعني عندنا مثلا عمود الفقري والركب اهم حاجتين بيتأثروا، اولا بالسمنة وبالرياضة. ما جايش مثلا واحدة عندها انزلاق غضروف اروح قاعدة عاملة لها تمارين بطن يبقى انا كده ببهدلها. صحيح بالفعل. طب ايش الفرق بينه وبين يعني المشي الطبيعي مثلا؟ يعني الواحد هو برضو بيمشي خطوة المشي الطبيعي غير خطوة التريدميل. صحيح ايوه تماما. اوكي جميل. طيب دكتورة باب حنطلع فاصل إعلاني وبنرجع نكمل حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام، خليكم معنا. عيادتكم المسموع على ألف ألف أف أم طبابة ألف مع سحر عبد الله. مكملين حلقتنا اليوم، اليوم جالسين نتكلم عن السمنة مع دكتورة رباب راتب أخصائي تخسيس وتأهيل من مستشفى السعودي الألماني. طيب كنا جالسين نتكلم دكتورة رباب عن الرياضة وحضرتك ذكرتي أنه كل واحد لازم يسوي تمارين ولازم يسوي يعني رياضة من 3 إلى 5 مرات في الأسبوع. أنا إلى الآن ما فهمت إيش نوع الرياضة اللي المفروض الواحد يسويها. طيب إذا هو ما يقدر يعني كمان في الأجواء هذه وصعب الواحد يطلع يمشي دائما يعني برا وفي الجيم كمان يحتاج مدرب على طول معاه يراقبه بحيث إنه ما يسوي الحركات أو يستخدم الأجهزة غلط، كيف يكون في السليم؟ انا دايما اقول للناس اولا هي زي ما قلت لك ان كل واحده بتختلف عن الثانيه، يعني ممكن واحده اعمل لها تمارين بره في الارض، ممكن واحده تانية تبقى في الميه، وطبعا انا دايما اقول ان اسلم تمارين للناس كلها هي تمارين الميه. اي عمر يعني اي مرض دايما الميه بتمتص الصدمات. أوكي. اي واحده عندها اي حاجه في الميه مفيش اي مشكله انها تعمل اي حاجه، ولكن في بعض الناس بتحتاج تمارين بره لبعض المشاكل في الجسم او لبعض التراكمات الدهنيه في بعض المناطق في الجسم مثلا منطقه الارداف دي
تمارين الأرض طبعا هي أسلم حاجة ليها. أوكي. بالنسبة أنت بتقولي بتسألي سؤالك إيه بقى معلشي؟ لا كنت أبغى أعرف إيش نوع الرياضة اللي المفروض يعني الواحد يقدر يسويها بحيث إنه يكون بطريقة صحيحة وسليمة يعني. يعني أنا في البداية دايما أقول للناس تروح لحد بروفيشنال يعرف أو يعني يمشيها التمارين. أما بتستمر شوية بتوصل للوزن اللي هي عايزاه خلاص هي حافظت معاها، بتاخد الواحد اتنين تلاتة اللي ممكن تعمله في البيت وهي بتستمر عليه عشان في البداية ما تعملش حاجة غلط. أوكي. فلازم في الأول تستشير حد. زي برضو في موضوع الحمية لازم الأول تستشير ولازم تمشي مع حد، لأن في حميات ممكن إن هي تخرب الدنيا عندها، حميات خاطئة زي ما بنقول. أوكي حلو. طيب دكتورة رباب خلينا ناخذ شوية اتصالات نشوف أسئلة حبايبنا المستمعين بعدين نرجع نكمل موضوعنا. في معنا الآن معنا اتصال. ألو يا هلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، بس عرفنا بنفسك أخوي. أخصحر مساء الخير. مساء النور. طيب وعليكم مبارك. وانت بصحة وسلامة. هلا وسهلا فيك أخوي. هلا وسهلا. أنا زميل إعلامي مكة مكرم منصور نظام الدين معاكي. عصام منصور. هلا وغلا. تفضل تفضل اخوي، عندك سؤال بخصوص موضوعنا؟ نعم اكيد، ما اتصلت الا عندي سؤال. تفضل امر. طيب منصور ما اعرف وين راح للاسف دكتور رباب، انقطع الخط. منصور تقدر ترجع تتصل علينا من جديد. في اتصال ثاني نقول الو. اتصال. طيب مشكله. اللي حاب يشاركنا يقدر يتصل علينا بخصوص موضوعنا اليوم 012-61-61-100 وبالنسبة لرقمنا من الرياض 011-217-85-85. طيب قبل ما نرجع نستقبل اتصالات دكتورة رباب، بالنسبة نبغى نتكلم شوية عن الوجبات الصحية أو الأكل الصحي. كيف الواحد يقدر يقول أنا أكلي صحي أو أنا بقررت أبدأ أكل أكل صحي مش دايت مش حمية صحية؟ إيش الأكل الصحي يعني، وكيف يعرف أنه فعلا هو بيأكل أكل صحي؟ طيب احنا بس الأول لازم نعرف العوامل اللي بتأدي، احنا ما كملناش العوامل اللي بتأدي للسمنة عشان الناس تعرف هي بتعمل إيه قبل ما تبتدي في الأكل الصحي. أوكي. تفضل يا دكتورة. بالنسبة برضو للعوامل النفسية، لأن دي حاجة مهمة جدا في موضوع السمنة، لأن بعض المشاكل النفسية والأدوية النفسية اللي بيلجأوا للدكاترة النفسيين دي بتأدي لزيادة في الوزن بشكل فظيع. يعني تلاقي حد عنده مشكلة نفسية يقعد يأكل، وعلى فكرة بتوصل اللي بتأدي للسمنة المفرطة. أوكي. فطبعا دي من الحاجات الضرورية جدا دايما يعني ننصح الناس ان هي تبعد عن الاكل لما حالتها النفسية تكون انها بتحس ان دوت الحل، انها تقعد تاكل. صحيح. لا هو مش الحل ابدا، لان بعد كده بتبقى بتأدي ان احنا ما بنقدرش ننزل الكيلوات الكتيرة او اللي انت طلعتيها دي. بالنسبة للعوامل الوراثية، لأن في ناس بعض الناس كتير مش عارفة إن في بعض التراكمات في الجسم زي ما أنا قلت منطقة الأرداف بالذات دي عملية وراثية. يرجع أيوة يرجع سببها وراثي. ده سببها وراثي مع الأسباب التانية اللي إحنا القعدة عدم الحركة الكلام ده، ولكن هي أولا سبب وراثي عشان تبقى عارفة هي بتصنف نفسها إزاي. تبقى فاهمة إيه السمنة دي جاية منين وبتاعت إيه وعشان إيه، لازم بقى فيه مفهوم شوية. بالنسبة أنت بتتكلمي عن الحمية الصحيحة والغير صحيحة، كنا نبغى نتكلم صحيح على الوجبات الصحيحة، بس عندنا كم اتصال على الخط دكتورة رباب، بس عشان ما نطول على المستمعين ناخذهم ونرجع لموضوع الوجبات الصحية. في معنا خليفة أول شيء على الخط. هلا وسهلا اخوي، تفضل سؤال. يسعد. عندي سؤال بس للدكتورة، اللي هو انا حاولت مثلا انزل وزن ينزل يمشي معي في اول اسبوع اول اسبوعين ينزل لحد معين ويثبت، مهما سويت تمارين مهما سويت حمية بس خلاص لحد هنا وقف.
كفايه يوقف ما عاد تنزل زياده قصدك يعني. ما عاد ينزل زياده مع انه زياده يعني مثلا طولي 166 والوزن كان قبل 80 عفوا بس خليفه طولك قلت كم 166 والوزن والوزن كان قبل الزواج 80 بس الزواج وصل 90 وصل 90 إيه ولما اسوي الحين حميه مثلا وتمارين وكذا يوصل الى 85 ويثبت انا ودي ينزل اكثر ايش رايك اذا استمر اسبوع او اسبوعين كيف يستمر الحميه اللي انت بتستمر عليها بتفضل اسبوع او اسبوعين ما بتغيرهاش يعني اول اسبوع او اسبوعين ينزل وزن كويس يعني في الاسبوع 3 كيلو كذا بعدها خلاص يوصل الى 85 ويثبت ما بنغيرش الحميه كيف ما تغير الحميه سؤال الدكتوره لا ما مثلا امشي على حميه معينه من ما يغيرها ما غيرت لا ايش رايك احنا لازم نغير الحميه في بعض الاجسام او يعني بنقول هو ماشي عليها اسبوع او اثنين وبنغير لان الجسم بياخد على نظام اكل معين فما بينزلش ما عاد ينزل بعد كذا فلازم نحنا نقلب الجسم اوكي بنغير الحميه كل يعني انا عن نفسي بغير الحميه كل اسبوع حلو اوكي جميل احنا لازم نغير الحميه ونغير اسلوب الجسم يعني بمعنى تاني وبعد وهتلاقي نفسك هتنزل بعد كده ممتاز طيب ناخذ فارس اتصل لي بعده يلا السلام عليكم وعليكم السلام هلا وسهلا تفضلوا مساك الله بخير يسعد مساك كيف الحال بخير الحمد لله تفضل اخوي سؤالك قفل الراديو بس قفل الراديو اخوي اسمعنا عن طريق التليفون اي نعم اتفضل بس بغيت اشوف الوزن المثالي لي عفوا الوزن المثالي الوزن ايش الوزن يعني المفروض اني اكون عليه اذا كان طولي 170 اذا كان طولك 170 ايش الوزن المثالي بيقول اي الوزن قد ايه الحين انقطع الخط للاسف بس بيقول اذا كان وزنه 170 المفروض يكون كم اذا كان طوله 170 عفوا كم المفروض يكون وزنه مثالي ايه ما هو قلنا احنا يرجع على الجنس والعمر صحيح يرجع لحاجات كتير عمره قد ايه للاسف راح الخط من فارس تقدر ترجع تتصل علينا ناخذ منصور ايوه منصور طيب ناخذ الاتصال اللي بعده محمد ايوه محمد طيب في مشكلة في الخط مو مشكلة اللي حاب يشاركنا 012-61-61-100 بالنسبة للاتصال اللي فات صحيح دكتورة من أول الحلقة قلت يعتمد يعني على الجنس والعمر بحيث أن الواحد يقدر يقيس كتلة الجسم زي ما قلت في أول الحلقة أتوقع يقيس الوزن مع مربع الطول أو شيء زي كذا صحيح عشان تطلعي كتلة الجسم نسبة الدهون عندك بتقيسي الوزن على مربع الطول شوفي انت وزنك كام مربعي طولك وقسمي الاثنين على بعض هتطلع انت اي فئه من الفئات اللي انا قلتهم احنا عندنا 6 فئات اقولهم تاني اتوقع بس عشان الاتصالات حناخذ اتصال وبعدين لو في وقت نرجع نعيد او اللي ما سمعنا يقدر يرجع يسمع بدايه الحلقه من جديد على اليوتيوب دكتور رباب ما هي مشكله ناخذ منصور الان ايوه اخيرا يا منصور هلا وسهلا ايوه الشبكه اليوم ما شاء الله ممتازه طب يلا سؤالك على السريع منصور سؤالك انا اقول عندي زوجتي الساعه شباب زياده وزن عندها املاح عندها صغيره في السن بشوفها يعني بتنزلنا للجامع وارجع الاقيها بتصلي على كرسي طول شهر رمضان تتمنى تنزل معايا للتراويح بس ما هي قادره بتادي الصلاه وهي على كرسي كيف نتغلب على المشكله هذه برغم ان العام الماضي كانت هي مشاركه في جيم السنه وقفت كيف ممكن يعني نتلافى المشكله اللي تعاني منها حاليا شوف لك ايه هي المشكله عفوا ما فهمنا ايش المشكله يا منصور المشكلة. ما فهمنا طيب الو معايا انت في الخط ايوه بس ايش المشكله قلت انها بتصلي على كرسي انا قلت السمنه الزايده هي السمنه بس
طيب السمنه الزايده الاملاح كمان يعني بتاثر على يعني عظامها لدرجه انها هي بتصلي وهي قاعده على كرسي. هي عندها املاح زايده يعني؟ هي تعاني من املاح نتيجه زياده يعني في اللحوم والامور اللي يعني بتتناولها في البيت كذا بيؤدي لزياده في الاملاح في الجسم. في علاجات معينه بتاخذها ضد الاملاح وهذا، بس يعني انا اقصد كيف ممكن يعني اخليها تتغلب على المشكله. هي شباب الساعه ما وصلت يعني حتى 45 ما وصلت يعني الساعه ولا 40 ما وصلت، كيف انا ممكن اخليها يعني تعدي المشكله هذه بحيث انها تصلي زينا يعني هي قائمه وقاعده وكذا؟ طب ما انت قلت المشكله هي السمنه يا اخوي منصور. عمرها قد ايه طيب يا منصور؟ قال عمرها 45 صح؟ قال 45 ايوه. بصراحه انا ما يعني اللي فهمت انه هي الاساس المشكله عندها املاح ايوه. قال عندها املاح يعني هو هذا له علاقه. لما وصلنا للسمنه الزايده حيوصل لنا ما احنا ما هي اكيد حتزيد ايوه حتزيد حاجات كتير صح حتزيد طبعا ايوه طبعا عندنا حاجات كتير واكيد كوليسترول. انا مش عارفه هي الوزن قد ايه يعني هو ما قالش وزنها قد ايه وقال سمنه زايده ما قال. بس دكتوره اذا نزلت يعني هي مفروض عشان يعني تضبط موضوع الأملاح هذه الزايدة لازم أصلاً تنزل في الوزن صحيح؟ مفروض يعني لازم قبل في الوزن لازم الحاجات البدائية يعني لازم في الوزن نشرب مية كتير بتبع طبعاً مع 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 طبيب الموضوع ده. لكن لما هتنزل هتلاقي الجسم نزل منه أكيد في ميات في جسمها كل ده هينزل هتلاقيها اتغيرت تمام ممتاز. طيب انا كان بيبقى في ناس عندهم مشاكل في الركبه وخشونه وما بيقدروش زي ما هو بيقول كده لان لو هي سمنه زايده هتلاقي عندها مشاكل تانية غير الاملاح وانا ده شيء انا متاكده منه مش قادره انها توطي ده مش من الاملاح ده من الركب. صحيح ممكن يكون مشكله في الركب في الرجل عامه. سمنه زايده ما احنا عندنا امراض السمنه ده السمنه ده لوحده مرض بيؤدي بقى الامراض كتير كوليسترول وسكر امراض الجهاز التنفسي والرئتين والقلب والجهاز العضلي ده كله اللي هو منها انا بقول لك عليه بيخليهم يقعدوا ايوه عشان الركب الظهر القدم شوكتي حاجات كتير. صحيح اكيد هي عندها حاجات كتير مش بس موضوع عندهم مشاكل لا. ايوه يعني بيجي ناس عندهم مشاكل اول مشكله بتقابلهم حاجتين ضروريين جدا بتؤدي من السمنه الركبه والظهر والثالثة بتبقى القدم. الناس ما كانتش عارفة تصنفها شوية شوكة القدم دي جاية من ايه ولكن اتضح ان هي برضو من السمنة برضو من الوزن الزايد من الوزن ممكن تكون في الانسان من زمان لان هي مزمنة ولكن مع زيادة الوزن حتى ولو مع الحمل ان الحمل بيزيد الوزن فبيبتدي بقى ساعتها يبان المشكلة ما رغم ان هي موجودة وساكتة من زمان ولكن مع زيادة الوزن بتبان المشكلة. فاحنا نعرف الاول هي عندها ايه. هي خلاص السمنة مرض اوكي هننزل بقى نبتدي نتبع نظام غذائي نبتدي نمشي شوية طبعا لازم تتبع مع حد لما السمنة مفردة عشان ما يحصل لهاش مشاكل تانية. وبيقول هي سنها يعني طبعا 45 لسه سنها صغير زي ما انا قلت لحضرتك بيجي ناس فوق الستين صحيح وخمسة وخمسين مشاكل أول مشكلة بتجي تقولي ركبتي أنا جاي عشان ركبتي لما بتنزل بالوزن اللي هي عايزاه كل حاجة فيها بتتصلح كوليسترول ركبتها ظهرها كل حاجة فلازم تنزل في السمنة باتباع حمية مع حد مختص هو بقى هيوصف لها هتتبع أي رياضة بالظبط لان برضه زي ما قلت لحضرتك ده بيختلف واحده عن الثانيه. طيب حلو مثلا عندها مثلا 150 كيلو اولاد عايز روح او روح العادي اي ربع مش هينفع. ممتاز جميل جدا دكتور ربا. بناخذ علي اتصال ثاني. الو يا علي. الو هلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا وسهلا تفضل. خير الله يعطيك العافيه. يعافيك تفضل. مجرد سؤال بس للدكتوره انا وزني 108 حلو وطول 186 العمر 36 سنة 186 والوزن الوزن المثالي كم هو يعني والوزن 108 الوزن 108 اوكي
والعمر 36 36 ايه ايش رايك المفروض هذا يعتبر ال يعني احنا الوزن معقول مثالي هيبقى كويس انت في السليم اخوي لا تشيل هم يا علي يعطيك العافيه شكرا اتصالك فاصل إعلاني وراجعين مكملين حلقتنا لليوم مستمعين الكرام خليكم معنا نرجع ناخذ المزيد من الاتصالات اللي حاب يسأل عن موضوعنا لليوم 012-61-61-100 طيب في معنا الحين ماجد على الخط يا ماجد السلام عليكم وعليكم السلام هلا وسهلا تفضل أخوي الله يعطيك العافية أنا عندي وزني طبعا 105 تقريبا والعمر 31 طول 167 عندي مشكله في الاملاح ان قالوا لي النقرص او شيء كذا مسمار في القدم كل ما احاول اسوي رياضه عشان انحف اعاني منها فقالوا لي بعض الناس استخدم ادويه الاملاح وقالوا بعضهم لا يمكن الحجامه افضل لك فبغى نصيحة الدكتورة هذه عشان أنحف وحاولت أمارس الرياضة وتعبت من الأملاح الزايدة ما خلتني أمارس الرياضة بشكل سليم إيش رأيك دكتورة يمكن عشان الوزن كثير أو إيش طبعا هو مش قادر يوزن وعنده النقص أكيد في حاجة في ركبته أكسسوري في قدم القدم نفسها مش هيقدر أنه هو يدوس على الأرض ولكن ده حاله هو لازم يلعب رياضة مش هيقدر يلعب على أرض صلبة أوكي. أو على تريد ميل ولا يمشي فالحل السليم منه هو ينزل يسبح أو يعمل تمارين جوه المويه جوه المويه أفضل لازم يعمل تمارين بالنسبة للحجامة بس الحجامة طبعا بتقولنا على رسول الله السلام إحنا ما قدرش نقول عليها حاجة الحجامة ممتازة جميل جدا يا ماجد يعطيك ألف عافية السلام عليك ناخذ حسن السلام عليكم وعليكم السلام هلا وسهلا تفضل اخوي خير الحمد لله تفضل بالنسبه لوزني انا طولي 180 ووزني 98 والعمر بس العمر 24 بس كنت مشترك في نادي ومشيت على نظام غذائي ونزلت بس نزلت بصعوبه فلما وقفت شهرين ورجعت اقيس الوزن نفس الوزن انا شهرين ما مرت فيها لا رياضه ولا سويت فيها رجيم بس ما زد يعني الوزن قد ايه انا ما سمعت 98 98 نفس الوزن قبل شهرين نفس الوزن هو اللي جبته ما انقصت طب حضرتك ما مارستش حاجه في الفتره دي ما عملتش حاجه طب كويس انك ما زدتش انا لسه كنت هقول على فكره انه ممتاز انه ما زاد ما شاء الله يعني انت زعلان انك ما زدتش ما عملتش حاجه ما عمل حاجه بس كويس ما زاد يعني ما سويت اي رياضه واكلت كل الاكل ما سويت اي حاجه طيب كويس طب الحمد لله يعني احمد ربنا انك ما زدتش برضو رياضة يعني اكيد انت كنت تعمل حاجة كويسة ان هي موقفة او مثبتة لك الوزن ممكن بس ممكن بعد كده خلي بالك بعد الشهرين فما تزودش قوي وارجع تاني اعدل الموضوع ما يفتحش معاك يعني ارجع لرياضتك ولو مثلا زي ما قلنا 3 ايام في الاسبوع 30 دقيقه في اليوم ونمشي على اكل صحي ولكن مع ان انت لسه عايز تنزل شويه جميل جدا يعطيك الف عافيه دكتوره رباب هذا كان اخر اتصال معانا لليوم شكرا لك دكتوره رباب والف سلام عليك من جديد شكرا كمان اعطيتينا هذه الساعه من وقتك يعطيك الف عافيه شكرا جدا يا سحر شكرا لك انتهت حلقتنا لليوم من برنامج طبابة ألف بكرة إن شاء الله يكون معنا ضيف جديد في نفس الموعد من الساعة 1 للساعة 2